السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راح نبدو وياكم هاي سلسلة جديدة ضمن الكلايمت تشينج، تمام؟ ضمن الكلايمت تشينج أسميها فيوتشر أند هيستوريكال كلايمت تشينج. شنو يعني؟ أني بصورة عامة حتى أدرس البيانات الهيدرولوجية المفروض أسوي تخمين للمستقبل، أدرس في الظاهرة هيدرولوجية تصريف تأثيرها على الهايدرو باور جنريشن، كمية السيدمنت، التبخر، أيا كان الظاهرة اللي أنا حأدرسها تأثيرها على الغطاء النباتي. فالمفروض أسوي بريدكشن للمستقبل، يعني أنا أجيب دراسات، يعني مثل ما نقول دراسات تاريخية هيستوريكال داتا حتى أسوي فور فيوتشر. فأني يعني المفروض أنا جايبة بيانات تاريخية، مثلا بيانات كلايمت، بيانات مناخية ل 30 40 سنة يعني اللي مضت، فأريد أسوي تخمين للمستقبل ل 40 سنة أو 50 سنة، تمام؟ هاي البيانات اللي أجيبها المفروض تخضع لتأثير المناخ، تمام؟ تأثير الغازات الدفيئة إن شاء الله راح نجي نتناولها بالتفصيل. فأول خطوة نجي، المفروض أني عندي شنو التولز، الأداة اللي أستخدمها حتى إنه أسوي كل هاي الأمور اللي راح أحكي عليها. العديد والآلاف الآلاف من البرامج تشتغل على هذا الموضوع، الآلاف من البرامج تشتغل على هذا الموضوع. عندك موديل اسمه لارس، هذا يشتغل، لكن لحد الآن أني وقت راح أشتغل على الموديل اللي هو اسمه كلايمت موديل ديتا فور هيدرولوجيكال يعني موديلنج، اللي هي نمذجة البيانات المناخية يعني البيانات المناخية يعني المنمذجة للنمذجة الهيدرولوجية. هذا اللي أنا راح استخدم، هذا اللي هو اختصار السي ام، معناها الكلايمت موديل، بالأصل هنا اكو ديتا فور هيدرولوجيك موديلنج. هذا شو يسوي لنا هاي التولز؟ هسه راح نجي نبينها ونشرح. انا اكو موديل قلنا انه اسمه لارس، تقدر ايضا تستخدم بيه، لكن انا وقت هنا استخدم موديل هذا. بالمناسبه الموديل ضمن سوات، سلسله سوات، تكتب مجرد ما تكتب على جوجل بصوره عامه، لاحظ هنا بس تكتب سي ام اتش واي دي داونلود، راح يطلع لك اول خيار، تضغط عليه يفتح لك يا تاب جديد هنا، دي يقول لك هذا كلايمت تشينج، التغيرات المناخية لتحليل مستجمعات المياه. اوكي، نجي بثلاث خيارات، بالسي ام الانستليتر، وبمطيك اكزامبل داتا، ومطيك مانوال. فهذا انت لا تريد تنصبه، تضغط على اول واحد راح يتحمل الك كملف كامل وتستخدمه. اوكي، شنو هذا البرنامج؟ شنو بقية البرامج؟ هل هو برنامج واحد او اثنين؟ لا، الاف البرامج، الاف البرامج يسوي لك تصحيح للتحيز للبيانات، سواء كانت بيانات عالمية جلوبال او بيانات لوكال اقليمية. انا هاي البيانات اللي اجيبها واستخدمها بالاستخدامات الهيدرولوجية المفروض اسوي لها هاي العملية، فاستخدم هاي البرامج. موديل لارس ايضا موديل جيد وعليه بحوث عديدة جدا، ان شاء الله بالمستقبل اذا صار لي وقت، لانه حاليا صراحة اني ما اقدر التزم برنامجي نفس الوقت لانه مرتبطة بالدكتوراه، لكن ان شاء الله بعد الدكتوراه باذن الله اتناوله بشكل تفصيلي واسوي عنه حلقات كاملة، لكن حاليا بالوقت الحالي لا، راح اشتغل على هذا البرنامج. ليش احد يقول لي اختاريتي هذا البرنامج؟ احنا عندنا بالكلايمت تشينج عندنا موديلات، عدد من السيناريو اني اخذ. الحلو بالسي ام اتش واي دي دخل اخر موديل اللي هو 6، بينما عندنا موضوع، بينما اللارس لحد الان 5. فاني لانه شغله انسرتينيتي واحتاج تحديث وكذا، فراح دا اشتغل على السي ام لانه مدخل لي اخر تحديث. اللارس لحد الان بالنسبه لي حاليا بهذا الوقت اللي دا اشتغل به ما داخل لحد الان بال6، حتى اخر اعلى فيرجن عند ال5، يعني السي ام سي اي ام مال الجنرال سيركوليشن موديل، نموذج الدوران العام، اخر اصدار له هو ال5، هذا لا داخل بال6، فراح استخدمه اني. فاول شيء تروح تقلنا تكتب هنا سي ام اتش واي دي، اللي هو شنو معناه مختصر لهذه الكلمه سي ام اتش واي دي، اسمه معناه كلايمت موديل داتا فور هيدرولوجيك موديلنج، سي ام وهاي الثلاث حروف هيدرولوجيك، هذا اسمه سي ام اتش واي دي. تلقاه مباشره ضمن سوات، تقول له انستليتر، تنزل ايضا المانوال مالته، وتنزل ايضا الاكزامبل داتا. بعد ما تنزله هسه راح يكمل، راح اعلمك شلون تنصبه، تفتح الضغط الخاص بيه
وتنصبه للبرنامج ان شاء الله صراحة نبينه. راح اوقف الفيديو بشكل مؤقت جدا بين ما يكمل التحميل، واعلمكم اول خطوه بهذا الموضوع هو تنزيل البرنامج اللي هي التول اللي راح استخدمها انا مع التنصيب. هسه هنا حاليا ننزل، احنا قلنا ثلاثتهن اللي هي الكود والمانوال والاكزامبل. لاحظ هاي فد ديش تعطيك شرح كامل عن الموضوع بالبدايه بالمانوال، لاحظ بس هذا الشارت هذا كتباوع عليه، سواء عندك الاوبزرفيد داتا او السيموليتد هيستوريكال داتا، تمام، يسوي لها بيزا كورليشن تصحيح للتحيز، تمام، بعد ما طبق لها. وكذلك السيموليتد فيوتشر دي كلايمت داتا يعني البيانات المناخيه المستقبليه، كلهن ذن شي يطبق لهن، يطبق لهن ابلاي بيزا كورليشن الجوريثم. بعدين شي يسوي كوركتد للفيوتشر كلايمت داتا وكوركتد للهيستوريكال كلايمت داتا، تمام. يعني هاي احد يعني اشياء البرنامج اللي يستخدمها. فهذا المانوال ضروري تقراه بالتفصيل حتى تفهمه وتفهم هذه الامور، شنو معنى كذا، شنو معنى الداونلود سيموليتد، شنو معنى السي اي ام بي داتا اكسس كذا، يعني ان شاء الله راح نتناولها بمحاضرات مفصله. هسه بعد ما بينا هذا الشيء تروح على البيانات الخاصه بك، تسوي فولدر تسميه سي ام اس واي دي، تنزل البرنامج، تفك الضغط هنا تلقائيا راح يطلع لك هذا مال التنصيب، تضغط عليه. اول خطوه ننصب التول اللي هو الكلايمت موديل هيدرولوجيك موديلنج، هسه يس راح يتنصب البرنامج. نيكست، تنصيبه جدا بسيط. نيكست نيكست، تريد انه ننشئ لك على الديسكتوب ايكون، اوكي هم ننشئ لي. نيكست انصب، راح يسوي لك تنصيب للسي ام اتش واي دي، تنصيبه جدا سهل وبسيط. ضمن ال دا يقول لك هنا الاكستريتنج فايل، دا اسوي لك اياه على السي. بعد ما تكمل هذه الخطوه يكون البرنامج انشئ لك بالكامل، تقدر تستخدمه ان شاء الله. راح نبين خطوه بخطوه طريقه استخدامه، شلون ابي انزل البيانات وغيرها الى هذه التفاصيل. فينيش، هسه هذا البرنامج نقدر نقول انه انتهى يعني الواجهه مالته. هسه ورا ما خلص البرنامج هو هذا اسمه السي ام اتش واي دي، كمل البرنامج تقدر تستخدمه انت ان شاء الله. هسه راح نجي ونبينه ونبين طريقه استخدامه بسهوله. راح يسوي لك اكستريت للديتا، هاي اول خطوه ان شاء الله انه تكون انتهت، اللي هي خاصه هاو تو داونلود اند انستليشن اوف سي ام اتش واي دي يوز فور كلايمت داتا موديلنج. اذا عندك اي سؤال او استفسار ضمن هذه المحاضره، تعتبر هذه المحاضره اول محاضره ضمن موضوع الكلايمت تشينج والسيناريوهات الخاصة بالكلايمت تشينج والجنرال سيركوليشن موديل. ان شاء الله راح نستمر وياكم بهذه السلسلة الان نكملها بالكامل ان شاء الله، عشان نستخرج النتائج. اذا عندك سؤال، وراح اسوي لها ايضا بلاي ليست خاص بها، حتى من تحتاج انت كلايمت تشينج تبحث ضمن هاي البلاي ليست. ان شاء الله نتواصل وياكم بالفيديوهات الثانية الخاصة بهذا البلاي ليست، واذا عندك اي سؤال او استفسار ضمن هذا الموضوع تقدرون تراسلونا على القناة. لا تنسون تدعون زملائكم الباحثين للاستفادة من هذه البرامج. ألتقيكم إن شاء الله في محتوى آخر. دمتم بأمان الله وحفظه.